Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Your Excellency, you I have the me. floor. <applause> أصحاب السعادة أيها السادة والسيدات قال وينستون تشيرشل أنه علينا أن لا نولي الظهر للمخاطر في محاولة الإفلات من بها لأننا إذا فعلنا ذلك سيكون الأمر سيء لكن إذا واجهناها فإننا سنقلص تلك المخاطر نهاية الاقتباس انقضت خمسين سنة بعد استوكهولم فإن مما يعني أن هذا المؤتمر يجب أن يكون بداية عهد جديد بخصوص المناخ إن الجهود الحالية ليست كافية وذلك أن الانبعاثات لا تزال في ازدياد من هنا وحتى حلول 2030 في حين أن التقرير الأخير الخاص ب هيئة الخبراء يوصي بتقليص الانبعاثات بأربعين في المئة بحلول ذات الفترة لكن الرهان لا يزال قائما علينا أن نبذل المزيد من أجل ردم الثغرة وأن نصل إلى هدفنا ببلوغ 1.5 درجة نحن من جهتنا نقوم بعملنا من خلال اعتماد قانون خلاق حول تغير المناخ أصحاب السعادة أيها السادة والسيدات إن الغابون هي الدولة الأقل استخداماً للكربون على الأرض ونحاول الإبقاء على الوضع كما هو عليه وسنقدم مساهمات وطنية مقررة بعد المؤتمر وندعو الدول التي لا تسير في المسار السليم وبالأخص الدول العشرين التي تمثل ثمانين في المئة من الانبعاثات العالمية أدعوها إلى أن تقدم مساهمات وطنية جديدة تماشياً مع هدف واحد فاصل خمسة درجة يجب علينا أن نطور خطة مارشال جديدة تعنى بالمناخ وأن نبني ثقة وذلك من خلال أن في بتعهد مئة مليار دولار سنوياً هذا الالتزام الرمزي ضرير ضروري ويجب مضاعفته عشر مرات بعد 2025 حتى نفي بالحاجات الضرورية للدول النامية. يجب ان نحدد بجلاء اهدافنا المشتركة للتكيف وحتى ولو بلغنا هدف 1.5 درجة فإن التغير المناخي سيظل باهظ التكلفه بالرغم من ذلك. اخيرا علينا ان نبرهن على دورنا الريادي القوي تجاه اولئك الذين يراقبوننا وبالاخص اجيال الشباب في المستقبل. ادعو كافه المفاوضين بتحليب بالمرونه وان يستكملوا قائمه قواعد اتفاق باريس. لا يجب في أي حال من الأحوال أن نسمح لنفسنا أن نغادر غلاسكو بخيبة أمل، وأشكركم جزيل الشكر